السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الشبابي رأيكم شباب من الساعة خمس للساعة ستة أعزائي المشاهدين تخيلي أسرار لحن أنا أرحب بهالطريقة صار لك كم تسع سنين ولا عشر سنين تسعة بكمل تسع سنين؟ عشرة إن شاء الله <applause> وايد ها عمر عمر ترى عمر سبعة 17 لما دخلت صحيح العمر أيه؟ كله يا صالح ومساء الخير لمشاهدينا في هذه الحلقات يمكن هذا الاسبوع كله قاعد نحاول نحن نغطي لكم اللي قاعد يصير في معرض الكتاب وايضا الكتاب اللي موجودين الشباب تحديدا قاعد نشوف لغبال جدا كبير للناس انها قاعد تروح وتشوف منو موجود وشو الكتب اللي نازله في هذه نقدر نقول في هذا المعرض السنه اللي قاعد يصير في الكويت نعم اليوم اصفر اسرار ها أيه. انا وايد يلفت نظري اللون الاصفر مع ان انا يمكن ملابسي كلها يمكن مره واحده لبست اصفر عندي تشرت واحد اللون الاصفر من الالوان اللي تحاول هي تخليك انت تبتسم تضحك عشان تشيل السمايل فيس تلقاه باللون الاصفر صح واللون المحبب فعلا عند برج نعم. الاسد نعم. حتى لو, لو كان لا يشعر صحيح. بس دائما هو يميل يحب اي شيء لونه اصفر حتى بالاثاث اعتقد صحيح هو لون قوي كذي حلو تحب أه، تحب الذهب شوف قعرهش اليوم <applause> في عين بعد في عين وريني في <applause> عيني عين بالجولد والابيض والذهبي الحين صار الموضوع على اللبس صار بعد لازم يعني الشكل <applause> بعد انا قلت يمكن انت لا ملبسك سبونسر ولا شيء تشكرينه لا لا اعطيك فرصه يعني <applause> لا شكرا عموما احنا ما زلنا باجواء الكتابه والمعرض هاشتاق الحلقه مستوى الكتابه بمعنى السؤال يقول اسرار هل الروايه الكويتيه في خطر ام انها ما زالت متقدمه صحيح احنا راح نتناقش في موضوع حلقتنا لليوم لكن خل نعرف لكم من راح يكون ضيوفنا آه لي اليوم راح تكون معنا الكاتبه الكويتيه مريم القلاف روايتها الجديده اللي راح نتكلم عنها يمكن عام كانت عندها روايه جدا انتشرت في هذيك الفتره والناس وايد حبوها لكن هذه الروايه الجديده راح نتعرف على تفاصيلها ونقدر نقول الخفايا اللي موجوده في هذه الروايه نعم ايضا راح يكون معنا الدكتور سمير الضامر من المملكه العربيه السعوديه اللي مو بس حن تعرف على إصدار الجديد لأ بل راح يأخذنا إلى عالم التراث ودائما يقولون يعني المثل التالي اللي ماله أول ماله مال تالي فمثل هؤلاء الكتاب لما يرجعون ويوثقون صحيح. التراث سواء كان تراث صحيح. كويتي أم سعودي أي نوع من أنواع التراث نحن بحاجة إلى مثل هؤلاء الكتاب فراح يكون معنا ان شاء الله بعد شوي اكيد يمكن من يومين انا وصالح كنا في البرنامج ذكر لي كنا نتكلم على اكثر الكتب اللي احنا نحب ان احنا نقراها انا قلت لك احب اقرا الكتب اللي تكون تتكلم عن التاريخ واحده من هذه الكتب ممكن الكتب تتكلم على التراث سواء كان تراث الخليج او حتى التراث الكويتي فاليوم راح نطلع في معلومات جدا ثمينه والمهم ان كل شاب نهوى إيه يعرفها خلينا نتكلم الحين عن تبين معلومات عن معرض الكتاب وندخل في موضوع حلقتنا اليوم لا نقول معلومات يلا وبعد بعدين بلش وياك يلا بلش خلا بلش عاي الان يمكن معرض الكتاب في هذا السنه هو المعرض ال40 وابتدى في يوم الاربعاء 18 11 وشاركوا فيه تقريبا 500 دار نشر عربيه وكويتيه وايضا كان ضم عديد من السفارات الاجنبيه مثل السفارات البريطانيه الامريكيه وايضا اليابانيه وشاركت فيها بعض المطبوعات والبرامج نعم ويضم المعرض اللي يستمر مثل ما كنا كلنا عارفين ليوم السبت 28 11 صح السبت 28 صحيح 20. السبت اي السبت تقريبا قرابه العشرة 10000 عنوان جديد يعني نقدر نقول انه في 10000 كتاب موجود في المعرض بالاضافه الى معرض للفنانين التشكيليين الشباب ومعرض للتصوير الفوتوغرافي اللي شارك فيه اكثر من 80 مشارك صحيح لكن قاعد نشوف في نقدر نقول خبر قاعد يداولونه في مواقع التواصل الاجتماعي آه يقولون انه والله مبيعات الذره اكثر من مبيعات الكتاب وانا اتوقع هذا الشيء يعني جدا غلط اللي احنا قاعد ناخذه لان في ناس قاعد تروح معرض الكتاب من كثر الدور والزحمه على الكتب مو قادرين انهم يصلون حتى للبوثات الخاصه في بعض المكتبات فقاعد يضطرون يروحون مره ثانيه وثالثه علشان يقدرون انهم يقتنون هذا الكتاب فما اتوقع هالمعلومه صحيحه اعتقد انها اشاعه يعني صحيح. من الاشاعات ومع العلم انهم قالوا ان هذا الكلام قيل على لسان احد منظموه معرض الكتاب ما تعقدش دعوه الناس راح عشان تاكل ذره بس صحيح. لا ممكن تاكل ذره يعني بس ذرة اكيد ما راح معرض الكتاب يعني ايش دعوه <applause> ما راح تعدي يعني عدد الكتب شلون <applause> اقول لك الذره ارخص من الكتاب ايش دعوه يعني, <applause> يعني ما ما تعدي وبعدين في ترى انا عارف يعني عندي اصدقاء كتاب الكميه عندهم بدات تنفذ يعني تنتهي تخلص. صحيح. فلا صحيح يعني بعدين هذا الكلام يحبط يعني يحبط الكتاب يعني الا تبطلعون تطلعون ان الشباب هنا عندنا في الكويت ما ما يحبون الكتابه او ما يحبون القراءه لا والدليل على نجاح المعرض وشون احنا شوفوا احنا دائما في رايكم شباب ما نتكلم على موضوع الا هو يكون لافت نظر الشارع الكويتي عشان كذي احنا صار لنا اسبوعين بس نجيب كتاب عندنا ونوري الناس والمشاهدين ان عندنا كتاب وعندنا اصدارات صحيح جديده. صحيح تستحق القراءة والاهتمام والتشجيع. صحيح ودليل على كلامنا هذا اللي احنا قاعد نقوله راح نقرا لكم انا وصالح مقاله كانت موجوده في جريده القبس الكويتيه الادب الكويتي كسر القوالب المعتاده حيث اكد اكاديميان مصريان ان الادب الكويتي شعرا وقصه كسر القواعد الروتينيه بالابداع من خلال استخدام المصطلحات التي تنم عن الدلاله والخيال والمجازات وخوض التجريب في الرواية مما جعلها تصل للابتكار الغير مسبوق. نعم وقال عميد كلية دار العلوم بالقاهرة الدكتور محمد الريحاني خلال ملتقى على هامش فعاليات الدورة الأربعين لمعرض الكويت للكتاب حملت عنوان الأدب الكويتي في رؤى النقاد المصريين بين النقد واللغة أن المبدع يعيش في عالم الإبداع لا سيما في الشعر لأنه يكتب من وحي خياله وأضاف الريحاني أن اللحظة التي يكتب فيها الشاعر للمتلقي تكون من خياله ويعتمد فيها على الكلمات في وظائف الدلالة والخيال والمجازات متناولاً تجربة الشاعرة الدكتورة سعاد الصباح التي بدأت الشعر وهي دون سن العشرين في عام 1961 واستمر عطاؤها الشعري ما شاء الله لنصف قرن يعني خمسين سنة صحيح وأوضح أن شعر سعاد الصباح تميز في أغلبها بالحداثة وأن عناوين دواوينها لا ترتبط قالبا بنص داخل الديوان لافتا إلا أن ديوانها فتافيت امرأة يحتوي على صراع الأنوثة والرجولة والصراع الأصالة والحداثة وأنه جاء بعد فقدانها لابنها حيث مثل انكسارا لنفسيتها في فقدان الولد نعم خلونا نشوف الحين مقطع من الشعر او القاء شاعرتنا اللي كلنا نفتخر فيها وما اعتقد ان في احد ما يحب اشعارها او صحيح. ما تقدمه الدكتوره سعاد الصباح كن صديقي كن صديقي كن صديقي كن صديقي ليس في الامر انتقاص للرجوله غير ان الرجل الشرقي لا يرضى بدور غير أدوار البطولة فلماذا تخلط الأشياء خلطا ساذجا ولماذا تدعي العشق وما أنت العشيق إن كل امرأة في الأرض تحتاج إلى صوت ذكي وعميق وإلى النوم على صدري بيانو أو كتاب فلماذا 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 تهمل البعد الثقافي وتعنى بتفاصيل الثياب <applause> كن صديقي كن صديقي كن صديقي كن صديقي أنا لا أطلب شاعرة سعاد الصباح اللي منها مقطع من المقاطع الخاصه لقصائد الدكتوره سعاد الصباح انا اتمنى ان التقي فيها بصراحه بيوم من <applause> الايام سواء يعني بلقاء او حتى يعني ان شاء الله يعني فيس تو فيس ايه لان بصراحه هي رمز وانا اشوف <applause> انها هي رمز للمراه الكويتيه والخليجيه والعربيه التي يحتذى بها فوق هذا كله انا عجبني التكريم اللي صار لها في مهرجان هلا فبراير صحيح. 2015 في هذا العام وشلون الفنانه الكبيره ماجد الرومي كرمتها لان اغنيه كن صديقي اللي صحيح. تغنت بها ماجد الرومي وهي اللي كتبت نحن باقونا هنا صحيح. ايام الغزو تحياتنا واحتراماتنا للشاعره الدكتوره الشيخه سعاد الصباح انت شايفه مستوى الكتابه في الكويت في خطر بمعنى بانحدار ولا في ارتفاع جيد جداً جيد زين أشوة أنت قرأتي شيء هالمرة من معرض الكتاب؟ آه راح أروح يوم السبت آخر يوم لمعرض الكتاب بس علشان اخذ نسخة من اصدار اصدار الكاتبة علياء الكاظمي أي. راح تكون موجودة على تو أي... حفل توقيع كتابها فتشرفنا انا راح اروح لو سمحت تبي لي نسخة الكاتبة. ان شاء الله وموقعة بعد إيه انتوا وايد, أنت وايد قلتوا لي عن دكتورة عن, عن علياء الكاظمي تيبا. اي لازم اقرا لها انا ولا مرة قرأت لها بصراحة <applause> لا لا راح نعم. لك احنا مكملين برنامج رايكم شباب مريم القلاف راح تنضم لنا من بعد الفاصل نطروها ضيفتنا لفتت الانظار في العام السابق من خلال روايتها فتاه من مقهى هالسنة جاية ومعاها مولود جديد من كتاباتها وموجود أيضا في أرض المعارض يحمل اسم موت وميلاد وهو عبارة عن قصة حقيقية من أرض الواقع عن تعرف على نقدر نقول الرواية وأيضا ضيفتنا الكاتبة مريم القلاف مساء الخير وحياة الله مساء الخير حبيبتي حياة, شل حياة شل الله حياة الله مريم القلاف وايد سعيدين أن أنت موجودة معنا اليوم كاتبتنا المبدعه موت وميلاد، بصراحه الغلاف وايد حلو وايد عجيب، على اي اساس اخترتي الصوره؟ طبعا اول شيء احب اشكر الرسامه حنين اللي ربي على الغلاف الجميل اللي اعطتني اياه، وطبعا الغلاف هذا يعني يلخص تقريبا البنت فرح. نعم، لو كتبت لنا اهداء وكاتبه مريم كن ميلادا جديدا لنفسك. لنفسك هذه العباره انت دائما تستخدمينها طبعا شنو تقصدين فيها بالضبط؟ اقصد ان كل انسان خل يكون كل يوم بحياته يوم جديد، يوم حلو، يوم تفاؤل، في امل، في حب للحياه. صحيح، طيب مريم قبل لا نخوض معاك تفاصيل الروايه، خلينا نتكلم على موضوع حلقتنا لليوم انا صالح كنا في البدايه قاعد يعني نتكلم عنه عن مستوى الكتابه، هل قاعد تشوفينه هو في انحدار او قاعد يرتقي؟ والله بالعكس انا قاعدة اشوف ابداعات شبابيه جدا جميله في المعرض وكتاب حلوين وانا اشجعهم بس انا بالنهايه دائما انا اقول شغله المميز او اللي يتميز هو اللي راح ينجح في صحيح. نعم ما تحسين مريم انه صاير عندنا وايد كتاب وما قاعد يكونون موجودين او ما قاعد نسمع عنهم الا فقط اثناء فعاليات معرض الكتاب في وبنفس الوقت هم في كتاب لا والله انا دائما اشوفهم متواجدين حتى معرض الكويت وبرا وبالخليج. فانا اشوف للامانه الجانبين موجود. نعم وعلى حسب الكاتب نفسه واجتهاده. واجتهاده <applause> صحيح صحيح <applause> مريم يمكن ذكرت في البدايه ان رواياتك كلها تتكلم عن قصص واقعيه وحقيقيه موجوده، شلون قادرة ان انت تتواصلين مع الابطال؟ تقدرين ان انت تاخذين الاحداث اللي قاعده تصير في حياتهم هل هم قراب منك صديقاتك او حتى ناس قريبه منك ولا لا؟ ناس تي عندها قصه تبي تكتبينها؟ انا فتاه من المقهى انا تلا يعني شفت البنت صدفه في الكوفي شوب وكلمتني وقالت لي قصتها وشدتني للامانه لان قضيه جدا دسمه. فهي طلبت مني اني انا اكتبها. فبعدها شنو اللي صار معي؟ صاروا البنات يراسلوني عن طريق الايميل ويقولوا لي قصصهم وطبعا اقعد اقرا واشوف شنو المفيد وشنو القضيه اللي تكون جديده ومفيده واطرحها. فموت ميلاد نفس الشغله. نعم يعني قصص حقيقيه. قصص حقيقيه. نعم خيالك وينه في الموضوع؟ خيالي طبعا موجود هو لابد يعني ان انا احط لمساتي الخياليه خيالي يكون موجود طبعا لما البنت تتكلم معي مو كل شخص ممكن يقدر يعبر عن مشاعره بكل شيء صح فانا لما اكتب انا قاعده اعبر بطريقه نظراتها لي باحساسها بحركه قلبها بحركه ايدها بقعدتها في كل شيء هذا كله يكون خيال من عندي صحيح بس مريم ما تتوقعين أن مثلا اذا الكاتب كان معتمد مثلا على قصص حقيقيه واقعيه يمكن راح يوم الايام راح تخلص من القصص او ما حد راح يقول له والله السنه قصه يقدر انه هو يكتبها وتلفت النظر ويكتبها هل معناته انه هو ما يالف كتاب ما يكتب لا لا بالعكس طبعا مجتمعنا متروس قصص صحيح وقضايا يمكن وايد ناس ما تعرف عنها صحيح بالعكس انا راح استمر بالكتابه بس انا حبيت الخط هذا خط القضايا الاجتماعيه لأن انا قاعده اشوف ردود فعل وايد حلوه من من الناس. صحيح. يعني امهات قاعده قاعده تناقشني في قضيه فتاه من المقهى قاعده تكلمني لان انا خليت الـ 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 الابناء وبالذات الجيل اللي هو من عمر 12 سنه ل 18 سنه يعرف قيمه الام والاب والاسره. صحيح. فهذه القضيه وايد حبيتها وطرحتها وبالعكس ان شاء الله يعني ليه قدام انا في قضايا راح تجيني اكيد. نعم احنا لازم نقرا فتاه من المقهى شو نقراها عشان نعرف قضيه هذه الفتاه اللي انت يعني رمستي لها من خلال فتاه من المقهى، نتكلم عن موت ميلاد مريم، عن شنو تتكلم؟ هي عباره عن مجموعه قصص ولا قصه واحده؟ لا موت ميلاد هي قصه فرح البنت اسمها فرح البطله. هي قصه جدا فيها ايجابيه وفيها تكلم عن مرض صار مع البطله، مرض جدا غريب. هذا المرض ما خلاها توقف. خلاها تستمر بحياتها خلاها توقف على ريلها ما استسلمت له فكانت البطلة جدا إنسانة إيجابية وفوق هذا فيها قوة إيمان وايد حلوة حبيتها وذكرتها أنا في الرواية ففرح طبعا أنا كل بطلة أسمي لها اسم أرمز في شغلة معين يعني فتاة من المقهى كان اسمها أمل كانت تتمنى تكون حياتها كلها أمل بس ما صار معها هذا الشيء فرح رمست لها فرح لان هي خلت حياتها من حزن لفرح وايد حلوه الطاقه الايجابيه اللي موجوده في الروايات لان في العاده لما نقرا روايات خصوصا اذا كانت حقيقيه دائما تكون فيها حزن وحدات دائما تخليش تبكين اول ما تقرين اي كتاب بس حلو ان انت قاعد تشوفين صجنا قاعد يصير لها مثلا انتكاسه بس ايضا قادره أنها هي توقف وقادره أنها هي ترد ترد فعلا. هذه الفرحه لحياتها، اذا بتكلم نقدر نقول على هذه الروايه شو متوقعه ردود افعالها عن روايتك فتاه بالمقهى؟ وال... الحمد لله يعني انا قاعدة اشوف الناس في اقبال عليها وايد حلو والناس قاعد تكلمني حاليا على طريق الانستغرام والايميلات قاعدة تعطيني ردود وايد حلوه والحمد لله يعني المعرض لحين ما خلص ورانا ان شاء الله الخليج وراح يبين ان شاء الله بالايام الجايه اكثر يعني إن الله. وانا ان شاء الله متفائله فيها لانها هي قصه جدا يعني تعطي لكل انسانه او لكل انسان قوه ان انا ليش اكون ضعيف؟ ليش استسلم حق جرح او استسلم حق مرض او استسلم حق اي شيء ممكن يصير معي في الحياه؟ لا بالعكس انا اقدر اشيل نفسي حتى لو كنت بروحي وهذه النقطه انا كنت ذاكرتها في الروايه ان الانسان ممكن يوصل وبطلتي وصلت لمركز كانت ما كانت تتوقع انها راح توصل له بس بارادتها وقوتها واصرارها وصلت الله يحفظك مريم وان شاء الله دائما كذي يعني تبدعين في اللي إن انت تكتبينه وتناقشين قضايا وتعطين امل وفرح وسعاده للقراء وللناس اللي ما عندهم امل في هذه الحياه ودائما اذا تسكر باب ممكن على بالهم ان الدنيا انتهت فبالتالي صح. كتابنا مو بس يكتبوا لمجرد الكتابه لا هناك قضايا ورسائل يبون يعني يوصلونها للناس من خلال رواياتهم او شغلهم. خلينا نتكلم عن الطقوس. <applause> كل انسان او شاب او كاتب عنده طقوس اثناء الكتابه، شنو طقوس مريم وهي تكتب؟ والله ما لي طقوس يعني معينه بس يعني يوم احب اكتب بالبيت، يوم احب اقعد برا، اشوف <applause> الناس مع الازعاج احيانا الازعاج هذا يعطيني ترى جو حلو ويخليني اتخيل اشياء واكتب اشياء يعني نعم حلوه يعني مودك متغير مودي متغير ايه بس طبعا اهم شيء يكون عندي وانا اكتب الصراحه احب اكون اشرب قهوتي اكيد حلو حلو هذه لازم أيوة صح صحيت كثير رواه وأنتي قاعده تكتبين مريم هم ايضا عندك مسرحيه مع شركه انتاج شركه فروغي خلينا نتكلم على هذه المسرحيه وش راح تدور احداثها أه طبعا انا عقب ما خلصت فتاه من المقهى طرت على بالي قضيه حلوه اجتماعيه خفيفه كوميديه فكتبتها مسرح قضية المسرحية تتكلم عن أب عنده بنات فش بدون أم الأم تكون متوفية فشلون الأب يقدر يتعامل مع بناته يعني احنا دائما احنا البنات الام دائما تكون اقرب لنا صحيح. هي اللي نكلمها نشتكي لها نسولف لها نقول لها احتياجاتنا فاذا كان اب مع بنات شلون يتصرفون معه وهو شلون يقدر يفهمهم وهم شلون يقدرون يفهمونه فهذه القضية فيصير صراعات في البيت نعم فكذا قضية تنطرح بالمسرحية فهذه فكرة المسرحية هذه بتكون بفبراير ولا العيد؟ والله للحين ما قررنا متى بس إن شاء الله يعني إن شاء الله قريب شو اسمها ولا ما تقدرين تقولين؟ لا حاليا ما اقدر اصرح. اي سر عشان أيوة لا يبقون الاسم. ايوه ايه وبعدين يروح حق الكاتبه الحق الادبي، ايضا مريم عزيزتي عندك نيه لدخول الدراما ان شاء الله والمسلسلات. إن شاء الله. إن شاء الله. في شيء على أرض الواقع راح يتنفذ قريبا؟ مو قريبا قريبا يعني إن شاء الله ممكن الفترات الجاية بإذن الله في خطوة إن شاء الله إن هو وايد منتجين كلموني على فتاة من المقهى يبونها تكون مسلسل دراما. إن شاء الله. صحيح. يعني إن شاء الله. إن شاء, إن شاء الله, الله موفقة موفقة أكيد آمين. مريم خلينا نتكلم الحين على مستوى الحرية اللي تتيح حق الكاتب أنه يكتب عن أي قضية وأي مشكلة ممكن قاعد تصير في المجتمع في وايد قضايا في وايد مشاكل يمر فيها اي شاب لكن مو كل شيء ممكن انه شي ينكتب فهل قاعد مثل هذه الامور ممكن تخلي تحبط الكاتب ما تخلي ممكن هو ينتج ويكتب في السنين الجايه والله بالنسبه لي انا يعني دائما اكون متحفظه شوي بكتاباتي اراعي الاجيال اللي تقرا صحيح يعني ف احيانا بلا نحتاج ان تكون في في طرح جريء شوي صحيح واحيانا لا لان القراء صايره ما شاء الله يعني قاعده اشوف كميه كبيره من المراهقات والمراهقين قاعد يقرون. صحيح. فانا بالنسبه لي دائما شوي اتحفظ لان يعني اراعيهم. بس انا اتمنى يكون في طرح اكثر يعني جراءه لان يعني الجراءه مرات ممكن توصلين فيها رساله وايد جميله ووايد هادفه. فبالعكس انا اتمنى انه يكون في جراءه اكثر. نعم، احنا وصلنا لختام الفقره معاك عزيزتي مريم، اذا قلت لك شكرا حق منو تقولينها؟ طبعا شكرا اول شيء اقولها حق مكتبه ذات السلاسل انها اتاحت لي الفرصه اني انا اكون معاهم وشكرا هم اوجهها حق صديقه لي مقربه ساندتني ودعمتني طبعا وما قصرت معي في اي شيء هذا أه هذا للناس اللي انا دائما اقدم لا 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 ما اعرف اسمها قولي وبعد القراء طبعا القراء او يعني طبعا القراء هم يعني انا وايد فرحانه بردود الفعل اللي قاعد تجيني والحمد لله يعني تستاهلين ها اكيد يعطيك العافيه مريم القلاف الكاتبه مريم القلاف روحوا اخذوا كتابها موت وميلاد واعطوها الفيدباك لي روايات احنا راح نكون متواصلين معاكم في فقراتنا لليوم لكن بعد هذا الفاصل ضيفنا لليوم هو عباره عن موسوعه من المعلومات ترجمها ووثقها من خلال كتبه هو من المملكه العربيه السعوديه وباحث في الدراسات الثقافيه والثقافيه الشعبيه له من الكتب مبدع قتلته الاسئله كتاويل الاحاديث دراسات نقديه قصص الانبياء في التراث الشعبي العربي البشتخته بحث توثيقي للفن الشعبي الحساوي عضو لجنه تحكيم جائزه الصحافه العربيه في دبي عام 2014 عضو لجنه تحكيم في مسابقه اقرا في ارامكو 2014 صمم عددا من التغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي للوعي بفلسفه الفن الشعبي القديم ما شاء الله يعني سي في حافل ويانا الدكتور سمير الضامر اهلا وسهلا فيك دكتور اهلا حياك الله اخوي صالح حياك الله حياك الله دكتور وشرفنا اليوم ونورتنا واليوم أيضا راح نأخذ منك معلومات جدا مهمة راح نتديها مع إصدارك الجديد وهو البشتختة ريت نتكلم عنه أبدا على الرحب والسعة وشكرا لكم على الاستضافة الله يسلمك البشتختة حقيقة كتاب يعني في الفن الشعبي الحساوي وليس تحيزا وإنما الحساوي هو جزء من منظومة متكاملة في صح. فن الخليج العربي الممتد لاكثر من 200 و300 سنه صحيح. تاريخيا وانثربولوجيا كتجربه شخصيه انا سعيد جدا بتاليف كتاب البشتخته عايشت فيه عدد من الشخصيات الرجاليه والنسائيه اللي كانوا في يوم من الايام يشكلون الذائقه الجماليه والفنيه في منطقه الخليج العربي صحيح. وهم اللي ابرزوا وحققوا الفنون القديمه التي لا نزال احنا اليوم يعني نردد صداها ونطرب بها كثيرا ومع الأسف يعني كأفكار كانت في بداية الكتاب وجدت أن الفنون الحسوية كانت مهضومة إلى أبعد حد صحيح. وكان فيها شخصيات مؤثرة على مستوى الخليج العربي وعلى مستوى كبير جدا في الخطاب الاجتماعي والخطاب الثقافي والخطاب الشعري الفني لكن لم أحد يعيرهم أحد اهتمام فكان هذا بداية لانطلاقة تأليف كتاب البشتختة وهو جمع عدد من الروايات الشفاهية من كثير من الشخصيات. اللي قاربت اكثر من 80 الى 90 سنه، آه عدد من كبار السن، وايضا من الشخصيات النسائيه برضو، وشيء يسير جدا مما وجد في بعض الكتب. نعم، احنا كنا نسالك في انه شنو سبب اختيارك نعم. لهذا النوع من الكتابة فحضرتك تفضلت وجاوبت نعم. فينا لا توجد كتب كافية لا توجد كتب كافية تهتم بالتراث أو بالفن الشعبي نعم. الحساوي الحساوي حضرتك تفضلت وقلت البشتختة موجود في معرض الكتاب في الكويت صحيح؟ نعم. موجود في معرض الكتاب في ذات السلاسل فلهم كل شكر وتقدير نعم والكتاب ما أظن أحد ينكر اسم البشتختة فهي اسم مشهور جدا على مستوانا الإنساني والعربي والخليجي كذلك وهي اسم شعبي مشهور جدا يعني صح وكان هذا يعني سبب من سبب أسباب اختيار كتاب عنوان البشتختة لأنه يحمل الثيمة التراثية اللي معروفة لدى كل شخصيات الإنسان في الخليج العربي صحيح يمكن دكتور مثل هذه الكتب اللي تتناول نقدر نقول فنون شعبيه قديمه موجوده تعبر عن المجتمعات الخليجيه قبل لا تكون هي والله مجتمعات عربيه او حتى حساويه نا. مثل حضرتك دكتور ذكرت في, في شك. البدايه ما تتوقع ان مثل هذه النوع من الكتب ممكن يكون لها جمهور معين؟ هو نظريا او ظاهريا يمكن يكون لها جمهور معين لكن كتاب البشتخته تحديدا واي كتب من نفس النوعيه أنا ارتئت أن يكون كتابا إنسانيا لأنه فيه كلام عن الحكايات الشعبية فيه حكايات شعبية وفيه بعض الأساطير وفيه أيضا قصص للأبطال الأبطال الشعبيين في حكايات مطربين في توثيق للأسطوانات الأولية اللي سجلت في منطقة الأحساء وبعض منطقة الخليج العربي فيه أيضا للحراك الثقافي الطبيعي اللي في ذاك الوقت واللي هو خاصة الفنون اللي رافقت الأعمال والحرف نعم لأن كل حرفة وكل عمل في ذاك الوقت له فن. صحيح. فالفنون الزراعية لها آه عفوا الحرف الزراعية لها فنونها، الفنون البحرية كذلك لها فنونها. صحيح. الفنون الحرف البرية أيضا لها فنونها. فاختص كتاب البشتختة أن يكون منطلق من الحرف الريفية بحكم أن منطقة الأحساء منطقة ريفية. صحيح. ولها فنون كثيرة مشتهرة وأيضا اشتهرت أيضا ليس على مستوى الريف فقط بل حتى على مستوى البحر. نعم فالأحسائيون أيضا شاركوا إخوانهم في منطقة الخليج العربي في الكويت والبحرين وعمان في منظومة الألم الكبير في الغوص في البحر في تلك الأزمنة قبل اكتشاف النفط وأيضا هذه من ضمن المعاناة الإنسانية التي كانوا يعانونها فأفرزت ما لديهم من مكنونات شعرية وثقافية وفنية نعم الكاتب الدكتور سمير حضرتك يعني متكلم في الكتاب عن قرن أو مئة سنة نعم مثل ما حضرتك تفضلت وقلت أو, او ذكرت في ان انت متكلم من عام 1880 الى عام 1980 بالضبط شمعنا فقط هال 100 سنه وشنو صار بعد 1980 بالفن الحساوي؟ اشكرك على السؤال، طبعا الفتره هذه هي فتره تكاد تكون فترة حرجة سياسيا لأن بدايات القرن العشرين أو قبل بدايات القرن العشرين هي الإرهاصات الاستعمارية في منطقة الخليج أيضا بدايات تشكل الدولة في منطقة الخليج وأيضا انزياح النفوذ القبلي والنفوذ الاستعماري واستقرار الدولة في المنطقة منطقة الخليج العربي هذا في نفس الفترة اللي كانت فيه تمارس هذه الفنون فهي فترة تكاد تكون مجهولة على المستوى الفني <applause> والكويت مثلا والبحرين وثقوا للجهات والشخصيات الخاصه بهم في في الكويت وفي البحرين لكن منطقه الاحساء وحتى جزء كبير من المملكه العربيه السعوديه لم توثق هذه المرحله فانا شفت وانا ابحث طبعا انا ما حددت المرحله التاريخيه إلا بعد ما اجتمع لدي عدد هائل من المعلومات والشخصيات والصور والوثائق، فشفت ان المرحله من 1880 وهو اقدم مطرب انا وثقت له في الكتاب، الى 1980 وهي فتره نهايه نهايه اللي هو عصر الاسطوانات، هو تقريبا في ال 75 او في ال 72 انتهى عصر الاسطوانات، في فهي تقريبا في هذه الفتره. من هو اقدم مطرب؟ اقدم مطرب احمد الفارسي. نعم احمد الفارسي من السعوديه من السعوديه منطقه الاحساء وهو تحديدا لم يسجل اسطوانات وانما ظل يغني وله قصه عجيبه في تسجيل هو له تسجيل نادر جدا والحمد لله تحصلنا على هذا التسجيل وقصه التسجيل نادر ما سجله اسبوع مات رحمه الله وعمر طويلا هو الفنان احمد الفارسي فتلقت حكاياته وقصته من بعض الرواه والحمد لله وثقناها في الكتاب نعم يمكن الدكتور لو الواحد يلقي نظره سريعه على الكتاب يشوف فيه صور، يشوف فيه احداث، يشوف فيه تواريخ كبيره نعم. وعظيمه، شلون قدرت تجمعها كلها في كتاب واحد؟ والله اولا البحث كان متعب جدا لان كان كثير من الناس متحسسين من فكره جمع معلومات صحيح لان جمع المعلومات من روايات شفهيه يختلف عن جمعها من كتب. الرواية الشفهية يعني أنا كنت أذهب لأناس وأطرق عليهم الأبواب وأتصل عليهم تليفونات وأذهب لهم في استراحات في مزارع في بيوت خرجت عن نطاق منطقة الأحساء إلى الدمام الخبر البحرين الكويت ففي كل مكان من أجل أن أجمع كل هذه الروايات التاريخية ربما <تصفيق> 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 ربما وهذا يعني تعب الباحث هو يتعب صحيح. لكن في النهاية يتحصل على شيء جدا جميل من أجل أنه يقدم للناس تراث الإنسانية نعم. يعني هذا هو تراث الإنسانية وليس تراث منطقة صحيح. الخليج ولكن انطلق من منطقة الخليج العربي وتحديدا منطقة الأحساء وهو يدعو للمحبة للسلام لنبذ العنف وكلها قصائد وفنون في صحيح. في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان نعم عايش كثر خذ منك وقت الكتاب أخذ تقريبا خمس سنوات ما شاء الله خمس سنوات في جمع المادة العلمية نعم لنخرج بهذا المنهج او نقدر نقول حتى الموسوعه والبحث التوثيقي للفن الشعبي الحساوي، دكتور لو يعني طلبت منك مثلا اكاديميه موسيقيه في ان يدرس هذا المنهج للطلبه والطالبات توافق؟ والله ابد على الرحب والسعه، وهذا الكتاب ملك للجميع وهو ملك للمعرفه بالدرجه الاولى، ليس هو ملك لسمير الضامر وانما سمير الضامر هو سبب من اسباب جمع مثل هذه الماده العلميه، وهو طبعا يقدم رساله لكل الاجيال القادمه. إن كتاب البشتختة ما هو إلا جزء يسير جداً من تاريخ إنساني وأنثروبولوجي ضخم جداً في منطقة الخليج، ويحتاج من جيل الشباب برضو والشابات إنهم يكملون المسيرة، ففيه عدد من الأسماء الرجالية والنسائية وأسماء الفنون لا تزال تحتاج، وخاصة نحن اليوم في القرن الواحد والعشرين قرن متغير عن القرن السابق، صحيح قرن الواحد والعشرين قرن جريء قرن متسارع. قرن يريد ان يفرض صوره العولمه على كل شيء وخاصه على الانسان وعلى الفنون. فاليوم احنا جيل الجديد وجيل الشباب يفترض انه يقدم صورته الجديده في الفنون وفي الثقافه وخاصه الثقافه الشعبيه بما يتناسب مع عصر العولمه القرن ال21 ولكن بالاصول الثقافيه القديمه. نعيد استنتاجها وتطويرها ونبتكر ايضا مثل ما ابتكر القدماء بالضبط. في القرن العشرين ابتكروا وهم كانوا عامه من الناس صحيح. لا يجدون القراءه الكتابة صحيح. احنا اليوم اهل التعليم والتعلم ولا نبتكر، فهذه مفارقه مع الاسف، لكن يفترض ان احنا اليوم الظروف عندنا مساعده اكثر ومهيئه وخاصه مع وجود التقنيه اليوم الرقميه المعاصره، المنصات مواقع التواصل الاجتماعي صحيح. هذه تهيئ لنا صحيح. كشباب وكجيل جديد اننا ناخذ هذا الارث العظيم ونعيد ابتكاره وتوثيقه وتقديمه لي مش بس في منطقتنا في الخليج العربي بل لكل عموم الإنسانية صحيح يمكن يعني على كلامك دكتور هل قاعد تشوف أنه فعلا ممكن تكون الفنون الشعبية القديمة بدأت في هذه الفترة أنها تتلاشى أو حتى أنها تندثر وما تحس أن الشباب الحين قادرين أنهم يردون ويحيون هذه الفنون؟ بالفعل صحيح يعني الآن حتى على مستوى الأغنية الجديدة تجد هنا تجدين هناك انحسار كبير في مسألة الذوق القديم على عكس لما ياتي بعض الملحنين يلحنون اغاني جديده ولكن مستمده من الفولكلور او مستمده من التراث، فتجدين فيها انسجام رائع طربيا وفنيا وشعريا. البعض ما اقول كلها بعض الاغنيات الجديده تجدينها مهتمه بالصوره فقط وبثقافه الصوره، انت لا تستمعين الى احساس ولا الى مشاعر ولا الى كلمه شعريه ولكن الى الوان الى صور وهذه كلها تحرك الغرائز ولا تحرك المشاعر الداخليه. الأغنية الشعبية في أوروبا تختلف عنها اليوم عندنا في المنطقة العربية. المنطقة العربية احنا لا نزال نتعامل مع الأغنية الشعبية على أنها تاريخ بينما هي يفترض أن تكون مؤسسة للخطاب الاجتماعي المعاصر، أيضا مؤثرة في الخطاب العام التعليمي السياسي الأبعاد الاجتماعية اللي احنا نعيشها اليوم أيضا حتى لها دور في مسألة أعمال التطوع التحذير من اعمال من قضايا الفقر والبطاله والقضايا الظروف الخاصه التي صحيح. يمر بها بعض الناس في اوروبا هي هذا عمل بعض من اعمال الفنون الشعبيه. صحيح. اليوم احنا الفنون الشعبيه بس ننتظر متى يكون عندنا عرس والله ابي يطقون عندي عرضه. صحيح ابغى يسوون عندنا سامري يسوون لنا حفله وطنيه فقط لا اقل ولا اكثر لكن في الغرب وعموم اوروبا وخاصه في الولايات المتحده الاغنيه الشعبيه تساهم في المسألة التنمية الاجتماعية في مسألة الحراك السياسي في مسألة الأعمال الخيرية مثل ما ذكرت لكم قبل قليل فهي خطاب مثل ما يكون بالمجتمع المدني المستقل نعم, نعم. كلامك جميل ورائع وإن شاء الله يوصل حق الناس اللي عبالهم أن الفن مجرد انترتينمنت أو شيء ترفيهي وكنا ما في رسالة هذا الكلام غير صحيح, غير صحيح. ودكتور سمير الضامر حضرتك مكمل معنا وباقي لنا بعد كذي كم سؤال راح نسالهم من بعد الفاصل نطرونه ورجعنا مكملين معكم مشاهدينا مع الدكتور سمير الضامن يمكن اثناء السيرج على البشتختة طلعت لنا معلومات شوي غريبه حابين نحن نذكر لك اياها وتاكدها او حتى ان انت تنفيها ممكن في البعض تصححها لهم البشتختة هي اله سماع قديمه كانت منتشره في الثلاثينات والاربعينات من القرن الماضي وكانت موجوده ايضا في المقاهي الشعبيه ويطلق عليها الناس البشتختة ويقولون ان لفظها الصحيح هو المشتختة مو البشتختة يقولون أن البشتختة عبارة عن صندوق خشب يضع فيه الناس حاجياتهم الثمينة وأيضا صندوق يستعمل فيه النوخذة اللي يضع فيه اللؤلؤ والأشياء الثمينة فيقولوا لك أساسا البشتختة اللي الناس عبارة أن هذه أساسا اسمها البشتختة هي اسمها المشتختة هي آلة السماعة التي يضع عليها أسطوانة وتدور عليها إبرة رفيعة تمر عليها ليخرج الكلام أو الأغنية عبر البوق الكبير وهي كناية عن السماعات وين الصح وين أنا دكتور؟ المشتختة ما أعرف المشتختة لكن أعرف أنها بشتختة بحرف الباء نعم وأنا أتذكر الفنان الكبير حسين عبد الرضا كان يقول في درب الزلق من طلع بشتختتي برا صحيح, <applause> صحيح. حرف الباء نعم وأغلب الناس اللي عاصروا وقتها كانوا يقولونها بالباء واللي كانت في المقاهي الشعبية كانت بحرف الباء صحيح مشتختة يمكن لها دلالة أخرى أنا ما توصلت لها معرفياً نعم. وطبعا هي لها نوعان الصندوق الذي يضع فيه النوخذة اللولو اللولو وايضا بعض حتى العجائز في القديم يضعون فيه بعض الحاجيات اذا كانت بشتخته كبيره صحيح والنوع الثاني البشتخته اللي, اللي هي الاله الموسيقيه التي تدار حولها او فيها الاسطوانات فتخرج الاصوات جميل واقتضى التنويه والتوضيح من قبل يعني دكتور مسوي كتاب على مدار خمس سنوات واحنا اكيد يعني دائما عارفين في انها اسمها البشتخته بحرف الباء، هل اعتقادك او وجهه نظرك دكتور الموروث الشعبي يصلح للقرن ال21؟ والله جدا يصلح والسبب ان القرن الواحد والعشرين اليوم هو قرن الابتكار وقرن اعاده التوظيف صحيح واللي ما له اول ما له تالي الان مثل ما ذكرنا قبل قليل يعني عندك مصادر جديده للابتكار والابداع لم تكن موجوده في السابق فانت لما تبدا تكتب تؤلف فنون كتابه رسم تصميم ازياء كلها هذه موجوده عندك في التراث لكن انت كيف تعيد صياغتها وتقدمها من خلال سمات القرن الواحد والعشرين يعني انا دائما اسال حتى في الكلام مع طلابي ومع المقالات اللي اكتبها والدراسات ان احنا لا نكون طبق الاصل من الماضي الماضي قدم روحه تاريخيا وقدم ذاته ونفسه بنفسه وما قصر لكن احنا اليوم برضه نقدم ذواتنا من خلال الزمن اللي احنا نعيش فيه لا ننسلخ من الماضي ولا ننطلق الى المستقبل بشكل تضيع فيه الهويه لابد تكون هناك هويه مؤسسه بالدرجه الاولى وايضا هويه التجديد وهي مطلوبه ففكره اننا نؤسس فن شعبي في القرن ال21 هذا فكره رائعه جدا وفكره جميله لكن كيف وهذا هو السؤال كيف يحتاج الى عوده للمعرفه عوده الى عمل مراكز ثقافيه متخصصه عوده الى نهضه في التعليم في التطوير في قضايا التفكير في قضايا الابتكار نحتاج اعاده خلخله لبعض الافكار القديمه من الوهم والاشياء من العيب وما الى اخره صحيح. هذه تحتاج الى جيل نشط جيل نعم. واعي. واعي جدا وجيل لا يخاف شيء لان المساله ايضا حتى ما تستدعي خوف وإنما تستدعي شجاعة محددة من أجل أنك أن تحس الإحساس الإنساني والوطني أنك لابد تقدم شيء لهذا القرن الذي تعيش أنت فيه صحيح واتوقع الدكتور ما ادري اذا انت تتفق معي ان قاعد نشوف هذا الشيء في مثلا شهر رمضان دائما يحرصون البنات سواء كانوا الصغار او حتى الكبار الحريم الكبار انهم يتحنون يلبسون الدراري ويردون في هذا هذا هم واحد من نقدر نقول التراث الحلو انه للحين قاعد نشوف البنات للحين ماشيين عليه ومو قاعدين يغيرونه ولا قاعدين نقدر نقول تصير على الموضه وعلى الفاشن فما تلبس الدراعه والاثواب الزري وغيرها. العجيب ان اللبس القديم دخل في في الخطاب الشعري صحيح. والخطاب الغنائي اللبس الحديث بالمودرن الموجود ما دخل في الخطاب الشعري والغنائي نعم. يعني إلا نادراً نادراً ربما في بعض أشعار بعض الشعراء كنزار قباني لكن الملابس القديمة الأزياء القديمة كلها دخلت في الأغنية الشعبية مه. من الملفع والدراعة والحنة البوشية. والبوشية كلها موجودة وهذا دليل أن الإنسان اللي قبلنا كان متماهي جداً في الحياة وكانت حياته متوازنه وطبيعيه، اللي يعيشها يقولها في الشعر ويقولها في الفن. صحيح احنا اليوم بعض الفن عندنا مصطنع. صحيح نصطنع الفن اصطناع ولذلك ما تجد سمات الحياه اللي احنا نعيشها موجوده في الشعر وفي الفن. صح كلامك صحيح صدق الحين ما يغنون على السكارف ولا على الجاكيت ولا على يعني حتى مثلا فكره مثل ما تفضلت الجاكيت والاشياء هذه ما هي ايه. موجوده. صح الان مستجدات جديده في العصر الحديث ما وجدت في الشعر ولا في الفن. نعم على انها في القرن العشرين وما قبل القرن العشرين كل المستجدات الحديثه اللي حدثت صحيح. من اختراع الطائره والاله وكل الابتكارات العلميه دخلت في مجال الشعر وكتب عنها الكتاب والشعراء وغنيت عنها اغاني ودخلت في مجالها بغض النظر عن التقييم فنيا انها مرتفعه وغير مرتفعه لكن هي صوره اجتماعيه وصوره حياه تحتاج انها الانسان يتفاعل معها بشكل كبير نعم يعطيك الف عافيه الله دكتور سمير الضامر على وجودك معنا اليوم من خلال الراي وبرنامج رايكم شباب لكل الشباب واحنا دائما نقول ان الشباب مو عمر الشباب روح مثل ما حضرتك قاعد توجه رسالتك وكلامك الى الشباب النشط بارك الجيل يجب ان يكون جيل واعي لا يخاف من شيء وهذا موجود في معرض الكتاب موجود في معرض الكتاب نعم نعم كلمه اخيره دكتور الان ان شاء الله احنا تقريبا ثلاث شهور ونكمل سنه على اصدار الكتاب وسنحتفل بانجاز الطبعه الاولى ولله الحمد ما نعم يعني الجمهور في الخليج العربي متعطش كثير لمثل هذا النوع من الكتب وبعد او اول ما انا اصدرت الكتاب يعني مفاجاه كبيره جدا بعدد الرسائل والتواصل من منطقه الخليج العربي وحتى العالم العربي، وبالمناسبه سيصدر كتاب باذن الله تعالى في المغرب حاليا دراسه عن قصه قصيره في هذا الكتاب. نعم مش معنى في المغرب في المغرب لان عندهم مختبر لابحاث السرديات نعم. والكتاب في عدد من النصوص السرديه الشعبيه وهم مهتمين بالفن بالادب صحيح. الشعبي القديم صحيح. فقدموا مجموعه من الدراسات جدا ممتازه لطلبه من طلاب الجامعه وطلعت على كثير منها فوجدت ان هناك جيل متقدم في العالم مم. العربي متعطش للفن الشعبي ومتعطش للموروث ولكن بطريقه جديدة منهجية معاصرة حلو. أشكر لهم كل الشكر وأيضا أنتم أشكر لكم كل الشكر يعطيك العافية أكيد الدكتور سمير الضامر اللي حاب أنه هو يطلع لي نقدر نقول موروث الشعبي الحساوي موجود الكتاب اللي بشتخته في أرض المعارض راح نكون مكملين معكم في فنون الشعبية الكويتية <applause> هذا الفن الشعبي الكويتي احنا هم عندنا يعني في الكويت الكثير من الفنون الشعبيه الكويتيه فتحياتنا اكيد لكل شخص يحاول في انه يحافظ او يذكر الشباب والقراء بأي فن من أنواع الفنون الشعبية القديمة تتحبين الفنون الشعبية أو التراث؟ أي وايد وايد أحب وحتى لما أروح مثلا عروس وكذي ويكون فيها مثلا في البداية يلوى وغيره أحرص أن أنا أروح وايد مبكر عشان أشوف اليلوى وأشوف شلون يقعدون يحنون البنية فالأمور نفس هذه الواحد حلو أنه هو يشوفها ويستمتع فيها نعم وتحبين الأشياء القديمة مثلا أي. يوم البحارة هذه مخلتها من أبوي وأمي لأنهم يحبون الأجواء الشعبية ايه؟ فتلقانا إيه لما يبرد الجو نحب نروح نقعد بقهوة شعبية وتشرب شاي شاي بونكطة بعد سكان بونكطة أوكي <applause> هذا اللي مشهور زين خلينا نتكلم الحين على فنانين شعبيين كانوا مشهورين في السامري وغيرها من الفنون التشكيليه الفنون الشعبيه اشهرهم كانت عايشه المرطة وايضا كان عندنا الحين في هذه الفتره فطومه وايضا الفنان سليمان القصار وايضا صلاح حمد خليفه قاعد نشوف عندهم هذه الاحياء للفنون التشكيليه والفنون الشعبيه وخاصه السامري بشكل جدا كبير نعم خلينا نقول لكم شوي معلومات عن الراحلة الفنانة الشعبية عايشة المرطة اللي تعتبر أهم يعني اسم شعبي فني بالكويت تصدقين أسرار أشوف أنه يفترض أنه يتسوى عمل يعني يوثق حياة عايشة المرطة صحيح لأنه هي مؤلف أو مؤلفة يعمل عمل درامي أو مسلسل أو حتى فيلم سينمائي مثل حبيب الأرض لفايق عبد الجليل الله يرحمه فنقول شوية معلومات عن الفنانة عايشة إبراهيم عايشة إبراهيم المرطة ولدت عام 1934 في فريج الفوادرة في منطقة جبلة بالكويت طبعا كانت عمياء مثل ما كل الناس يعرفون وفقدت بصرها وهي في سن السابعة يعني لما كان عمرها سبع سنوات وعاشت في أو عاشت عند خالها بعد ما توفى أبوها وهي في سنوات عمرها الأولى وانتسبت إلى فرقة عودة لمهنة بالسر وكان عمرها في ذاك الوقت 14 سنه عشان ما يصير في مشاكل مع اهلها، واشتغلت بعدين بإذاعة الكويت في عام 1970، وغنت عدد من الأغاني الوطنية وكانت تغني يعني عدد من الفنون الخليجية الشعبية مثل السامري والدوسري والحوطي والنقازي، وتزوجت من راشد جمعة بفتين في عام 1948 وصار عندها عادل ووفاء. وعام الف توقفت عن الغناء وبعدين رجعت مره ثانيه توفيت في يوليو 1979 وما كانت كبيرة في هذاك العمر تقريبا كانت 45 سنة وأمر سمو الشيخ سعد العبدالله ولي العهد أنا أن يكون في هذا اليوم حدادا وطنيا ينكس فيه العلم وتعطل فيه جميع الوزارات والدوائر الحكومية وأيضا المدارس وذلك تقديرا لمسيرة الراحلة وتخليدا لوطنها الكويت من خلال الأغاني الوطنية المشرفة وأحياها لأنواع الفلكلور الخليجي بشكل عام وقد قامت جمعية الفنون الشعبية الكويتية بإقامة عزاء تأبيني لمدة ثلاثة أيام نعم الله يرحمها, الله يرحمها آه إن شاء الله آه نذكر الناس بأهم الأغاني اللي غنتها عائشة المرطة ابشري يا عين أنا يا خلي ما قصرت يا حسين أه الله أقوى يا نصيبي خماري يا عين يلي ودعتك الله منسية نشتري من شرانة والبارحة يسعود أه ابشري يا عين أه وايد معروفة من صحيح. الأغاني المهمة والبارحة أيضا يا سعود هم الأغاني المهمة فالله يرحمها ويرحم كل يرحمها. فنان وفنانة يعني قدمت لي الفن الكويتي والخليجي شيء نستفيد منه وهم قاعد يعني أذكره لان بالنهايه إحنا اللي قاعد نشوفه هذول الفنانين اللي قاعد يقدمون اي شيء ما راح يتم ذكره في السنوات المقبله الا من يحترم صحيح. جمهوره ويقدم شيء مفيد صحيح واتوقع الحين ايضا الفنانين الشباب قاعدين يحاولون انهم يحيون هذا النوع من الاغاني القديمه اللي الكل كان هو يحبها لكن آه في نقدر نقول الات آه تكون حديثه شوي ويخلون ايضا الشباب انهم يرجعون يسمعون مثل هذه الفنون الشعبيه القديمه جدا جميله، احنا وصلنا معاكم اليوم لختام حلقتنا ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بكل المحطات اللي مشينا معاكم في هذه الحلقه. شكرا اسرار وشكرا لكل مشاهدينا راح نلتقي معكم باكر بحلقه الويكند. Have a nice day or have Thank a nice you. weekend. Thank you. Thank yeah, well, you. you too. Bye. Bye. <laughs>